شوف اول ما ريت دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا حلو. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي، راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعد ابعد يا اللي بتبعد. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش، بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي. سياده المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني طيور المهاجره. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر الاتموسفير حبه كله سحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين، ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك، الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير، اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت، ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جو لي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني، وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي، ما كذب. قلت له عفيفة ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام، وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيرة يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت، لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا، غير الهدايا واليخوت. ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا امي. لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان، والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. حرامي تسرق كل الناس. فاكر اخر مره سرقت فيها لون الثوم من اوالي يا حرامي؟ انا ما سرقتش حاجه. لا اهو اهو العودة العودة يا معلم. والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه. هو انت؟ امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم المنوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا،
أم نواز أنا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يجوز. مينفعش مينفعش أقول لا يجوز وأرجع أقول يجوز. ده بقى خلاص أنا هخدمك في الجوازة دي زي. أم نوال مستنية الخلانوسة فارغ الصاب. مين الخلانوسة دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد أسبوعين وأنا هظبطك عند الخلانوسة. بتقول إيه يا بشندي؟ أيوة يا هانم الخلانوسة وصلت عندي النهاردة. خالتي نوسة وصلت؟ يا أخي يا زغرة ده أنا الفرحة مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التاية. كفاية يا بشندي يا أخوي لحسن أنا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوه اسمع يا عم زفت انت اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا صدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العرق. خشي برجلك اليمين. خش في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. يا ارض احفظي بعينيكي منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه مستنياكي جوه. اتفضلوا. ما شاء الله دي طايره يا ولا. يا رايح يا خالتي انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا تاكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعه 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني هجو عليك الميه. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين هو في الحمام بيستحمى دلوقتي. خلوا منه الصابونه انت حته اخوك حته وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطه. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوزه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره. ماشي يا خالتي اما اشوف اخرتها. اخرتها عطينا عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي ده بجد دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه مدام سوكار. واحنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك. صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة اوسراب ايه ده؟ كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه الدم بيعمل معانا شغل. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي ياسمين ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي اكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو. What is that? عقدك ده؟ No, it is not. يا ولية تأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. أنا قايلة لك أنت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا. بشوف خلقتك هنا تاني. Come here. Come here. في داهية.
اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة بس فاس جامدة. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، امال جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟ جامايكا منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هما لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع، ما اقولك انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انت عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي ونبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وبلاوي. أيوه. ببلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس، يعني لا ناس محترمه قوي يا سعاد ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي، خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الساحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليك يا يلا. جامايكا منو يا ماما؟ طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ نوال. اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل بذمتك. انا قلت لك اعمل لي تمثال. كلها خمس ساعات واخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى ولا هتوافق على الجوازه وهي مغمضه؟ وهي ايه مغمضه؟ يا خاله Attention, un vautour, vautour, vautour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, j'ai soif. Attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخريف دي انت كمان. يا نوال
ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولادي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا ست انت قوم قوم عمتك ماتت. ايه عمتك ماتت تاني؟ ايوه قوم يلا فوجا قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميتة. يلا طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفة لازم الحقها. زفة يلا. إيه؟ يلا بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفلة. بسرعة اوعي غور انت. غور لا مش وقته. يا رب قصروا زي ما قصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عنك كنت الباص هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم. دي ست واصلة قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود وكمان خدت منه فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور. انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي ولا اقول لك خدني معاك ما سيبنيش انا لوحدي. يا عمي الله اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اتفضل انت يا راجل بتستهبل. مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمى. افرد سرحانة بحاجة قلية الأدب ومش عايزك تشوفني تدخل كده علي خلوتي. فضل استنى انت عميت في عينيك البعيد. مش سايف عيل بيرجع وميوض له روح لأمك. كهرمانة لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي. المهنة تنزي حريمي سن 42 سنة. تكذب من أولها. 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة ليلتنا طين يا حلة. حلوة عجبك ايه؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. يكون سربت نوال بتاعت الأردن والنبي أحبها. لا نوال بتاعت الأردن. أدي بنتي غلبانة يا أمها سرق منهم عود وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي اللي أنت مالك ومال ده شغل مالكش أنت دعوة. معلش. اللي معلش إحنا ما نبدعش حد جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك. العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا من فضلك أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والإناء. اتكل على الله. يلا بقى يلا. أنا في حاجة بتجري في دماغي مش عارفة إيه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. في حاجة يا ساتر؟ يخلق مش شبه 40. حضرتك شبه المرحومة مرات الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبايدة. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أمر عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الأزرق بتاع البلبلاوي حطيتيه فين؟ فين نسيت؟ ما أنت قصيته وإديته للواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنومة عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح. الله هو أكبر. رسمة العين مناخير السايحة. برأيي يا بولا انت كده هتجرجرني للرزيله وانا بصراحه بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى وراي للرزيله معاك؟ لا رزيله انت فهمتيني غلط. يبينه جنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسه ده نفسي البسك فستان بقصه ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشه. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد في الجيزه. الله اكبر يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تربوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخلها دي بتربي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بيت النار. الفلاية دي ضيقة قوي. مفيش حاجة. أمال اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده؟
الأملة دي؟ لا ده فار. كنتي أملة عاملة نفسها فار؟ القصد جدايا بسكلة. اهلا 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 مؤاخذه اتفضلوا يا اهلا وسهلا. شوف دخلت الحريم تسرح كده التنير رجاله قطه يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينه؟ ازيك يا كتاكيت؟ الحمد لله. اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفه بنات اليومين دول بيتكسفوا. لا في كسوف وفي حد غريب ده. انا خالت بص عشان انفوك كده تحب اقلع لكم مرض والنبي اللي عملت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمض عينك يا حلوه يا ام قصتي. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزه من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدبه، هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. متجوزه من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها هي فعلا يا خالتي متجوزه عرفي وجايه لك تشوف لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحده فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه. تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي يا حلو، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي. بطه بطه، تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقولك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، سايل نخله سايل بلكونه. الكونترباس ماليش دعوه، يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحدة هنا خالتي كمان يا اختي بطة. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه؟ تو ده وقته. استنى ما اقول لك. بت يا سعاد. هقولها هقولها. اللي هتسمعي ده ما يطلعش بره. البت بنتك دي غلبانة. لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 أيام هتتعقد وهتموت في حاسة موسيقى. يا مسمتي يا اختي، يا مسمتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتاب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوة ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوة يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا عايزة فلوس؟ لا انت هتكسفي يا بنتي، انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التوامين، تاخديهم؟ لا مش عاوزة فلوس، عاوزة أخاوي عفريت ابن عفريت ابن هند يطلع عين الولية معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ أيوه. تيجي في السكة دي؟ ليا. هتستحملي أحكامهم؟ على راسي من فوق. أخليك تنقي. بس افتكري إن أنت اللي اخترتي. ابعتلي آخر 2 في الكشف يا حبيبي. يا بنت، بس يا بنت أنتوا هاي، إيه شفتوا عفريت؟ يا بويا يا تبوي سيري ما عندك كيني دين. جاهلة رأيك يا منوال اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. رحمني يا منوال، ما لسه ما ادري اذا روبان عليك الامان. ازرق ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه، لازم ابطل نوسه. الله ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخاله نوسه. شكل زمانها جايه اعمل ايه الاول كده. اجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يلا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك.
5 جنيه دي وخد صحابك وروح وتعشوا كشري. كشري بخمسة جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى مو يا ساتر عليك. هات يا بابا هات ربنا يخليك. ايه رايكم يا شباب نريح ونطلب ديليفري؟ لا ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور. ايه؟ هات الفلوس دي. اه. ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ يلا يلا يا حبيبي. انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا. يا بابا الاحراج ده. يلا. تيمور ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه. هو مش عايز نوسه سيبهولي. بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها؟ سلام. بقول لك إيه؟ خلي بالك على نفسك من ابوك. طب تستاهل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. بولا يا ودي بولا. بولا يا بولا. ان 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 بخس عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا لا اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست. وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده ولد همجي معفن. شباب بقى ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشي ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال. قلت لهم انزلوا تعشوا. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعه والدليفري يبقى موجود. يا سلام دلوقتي حبيت الدليفري. ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقه مكسوفه منك. اصل اول مره اروح لراجل عازف في بيته وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمه زي الجمل اللي بيجري في الحبس. هذا عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشه يعني. لا مفيش حاجه. انا هغير هدومي ثانيه واحده واجي الحبس. براحتك ده بيتي. بتوصيني على بيتي؟ اتفضل. سلام. السلام. السلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. روح. ببلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه بس؟ طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه. هات تراب وتفني. يلا حط صباره كده وخلصني. ده فن وحش. ليه بتقولي كده؟ انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي؟ الله انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك. اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي. حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ اه مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده روقني. عينيا. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجر من الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتاجر عجل في الاغاني دي.
فرفشتني يا ببلام. يا سلام عايشتني لحظة صغرتيني فيها 20 سنة ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصة بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. لا قول يا ببلام. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقة؟ لا أنا مولود من الأول. والنبي مش لاصقة؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي آخر 5 فاضلين عندي. أنت كان عندك أكتر من كده؟ كنت وارثة 40 عن أمي، بعت 35 عشان أطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ أنت خليك معايا أنا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغلي. إيه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ هو أنا طرطورة؟ يا نهار إيه حصل إمتى؟ مين ده؟ هو عندك عربية؟ أيوه عندي. شديدة؟ أيوه شديدة. تعال وصلني. أنت بتكلمي مين؟ أنتوا مالكوا سيبوه هو. أيوه مالكوا. تعال تعال تعال.